ظاهرة الابتزاز ظاهرة موجودة وعم بتزيد في مجتمعنا في هذه الأيام. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم. وفي هاي الحالة لازم كل صبية يكون عندها وعي كيف تتصرف لما تتعرض للابتزاز. خلينا نشوف المقابلات اللي عملناها في الشارع مع الناس ومنرجع. لأنه أنا بالنسبة لي بشوف الجرائم الإلكترونية زيها زي غيرها من الجرائم مثل السرقة والاغتصاب، وهي إشي كتير بيأثر عنا على المجتمع سلبا لأنه بيعمل توتر وقلق بين الناس. للأسف أظن هذه الظاهرة يعني في ناس بيحاولوا يستغلوها، لأنه في ناس ما بيديروا بالهم من تصرفاتهم. أنا أعتقد السبب الرئيسي هاي في جهل كبير عنا للموضوع هاي وفيش التثقيف، خصوصا أنا اللي بهمني أكتر إشي الأطفال. يعني في النهاية في سبب الأهم، وهو سبب له علاقة بالانحطاط الأخلاقي للشخص الذي يقوم بعملية الابتزاز. أنا برأيي ظاهرة الابتزاز اللي هلأ عم نشوفها أكثر من جيل أصغر لأصغر هي إنه وجود السوشيال ميديا بكثرة. يعني وسائل التواصل الاجتماعي صارت كتير متاحة لكل الأولاد، خصوصا في كل بيت. تصوري بأنه النشء الفلسطيني والنشء العربي ما اتعلم بكيفية التعامل مع التكنولوجيا والميديا وأدوات التواصل الاجتماعي. بعتقد أنه المفروض المؤسسات المجتمع المدني تكون مسؤولة اتجاه توعية الشباب في كيفية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. في أسباب كثيرة، اللي هو أن العرف والعادات والتقاليد المجتمعية السائدة اللي بيخضع عليها المجتمع أنه ما بيعرف يتعامل مع هذه الجرائم. وهلأ لازم نعرف بعض الخطوات اللي لازم نعملها في حال تعرضنا للابتزاز. 1، لازم نفكر بهدوء وبمنطقية عشان نوصل للحل المناسب. 2، لازم نجمع المعلومات الكافية عن المبتز، مثلا نسجل صوته أو نصور المحادثات يلي من خلالها ابتزنا فيها. 3، وبعد ما جمعنا المعلومات الكافية عنه هلأ بصير نفصل الإنترنت نهائياً وما نتواصل معه. 4، مش لازم نبعت أي إشي بيطلبه المبتز علشان ما يتمادى معنا ويستغلنا بزيادة. 5، وأهم إشي برأيي إنه لازم نتوجه للشرطة وحدة الجرائم الإلكترونية، وهناك رح يساعدونا نحل مشكلتنا بسهولة وبسرية تامة. 6، من المهم نخبر أهلنا أو أي حدا منوثق فيه، ومنقدر نتوجه كمان للمؤسسات والأخصائيين النفسيين ليساعدونا بسرية تامة. وبالنهاية مش لازم نسكت عن الفضيحة، لأن السكوت بحد ذاته فضيحة، وعلاج الخطأ بالخطأ بفاقم وبزيد المشكلة.